اختي خرج مع 11 ونص من عندي ديال الليل، عيطت ليه قلت لي فين وصلتي؟ قال لي انا فرح السلام. وانا فرح السلام ملقي لي واحد ثلاثه الناس، انا سال لي ليسانس ودابا غنشوف شي رجال غندرك عندهم. ملي عيطت عيط لي لقيت التليفون ديالو طفى. هذيك هي اخر المكالمه ديالي لدابا الان. كان في سيدي الحال جاي من سيدي الحال. انا عندي انا كنت عيانه تما مشى عندي. جاي عندك انت؟ جاي من عندي، جاي من عندي، جاي لهنايا ليساس. والو ما عنده حتى حاجه، حتى حاجه ما هو عنده عادي، ما مريض ما مخاص ما والو، خارج بخاطر، خارج عادي بحال بحال الايام العاديه. الايام العادية من دابا اليوم سبع ايام. سبع ايام من مراك كتلقيها طافيه؟ طافيه، كان صوني كلقى طافيه لدابا لدرك. هو كيبيع ويشري خضار. زوج؟ لا باقي ما مجوش. اللي كتخسروا عليا انا وتغبروا عليا انا ما كاينه. مرضي معايا ولدي، ما مره خسر معايا، ما كنفرقهمش ليل نهار. عاودت باش نشوفوا شنو دار، لقيت تليفون طفى. هذيك هي خير المكالمه ديالي. صافي كنعيط نعيط لقيت التليفون مطفي. ما خليت حتى بلاصه، ما خليت اي شرطه، اي بلاصه، اي كوميسيريه، اي فين ما كان شي واقع مشيت للبرشيم. ما كانت شي كوميسيريه وفين ما كانوا شي شرطه وفين ما كانت شي بلاصه مشيت. اختي كنا في سيدي رحال، انا بايشين تم، هو جا مع شي 11 ونص، جا هنايا ليساس. هو في الدخله ديال شنالوت عيط لوالده قال انا ما كنتش حدا. انا اللي عيطت. عيطت ليه؟ قلت ليه فين وصلتي؟ قلت لها انا سالي ليا ليسانس في الدخله ديال جنان اللوز. وفعلا نيت هذاك الشيء اللي ملي مشينا سولنا العساس، هذاك الشيء اللي قالوا لينا. قال لنا ودي راه جات راه كاينه كاينه دفع موطور. هو ملي جا هنايا جا هنا ولكن ما لقاوش ما فهمش واش بغى ياخذ ليسانس. تكرجع اللي رجع عندهم صافي، ما بقاش بقينا سمعنا عليه والو. قال لك ودي راه شفناه هنا جا بغى ياخذ ليسانس، ولكن رجع اللي رجع صافي ما بقينا عرفنا عليه والو. ما عيطتش كنت هذيك الليله؟ لا ما عيطتش ليا مول اي حاجه، كون عيط ليا مع اي واحد مول اي الله يستر كيتشد كيعيط ليا كيقول لي راه عيسى راك شاب. اه بزاف. حنا عايشين حنا ثلاثه في الدار، انا والده وكاينه خبراتهم مع صغار. من بعد شنو طرا؟ من بعد ما خلينا حتى شي بلاصه ما مشينا لا قلبنا فيها والو، لكن كلشي كيعرفوا ماشي ما كيعرفوش، كيعرفوا بنادم يقول لي يوسف مشناش هنايا ما كانش هنايا عساس واحد اللي كيقول لنا راه جا عندي وبغى ما عندي ليسانس وراه ودي راه ما لقاش كيفاش نعطيه ليه بحالك. وقلنا لي شنو قال لك؟ قال لك راه مشى دفع موطور وزاد من تما. صافي اللي كنمشيو نسولو عليه هذا دافع موطور كيقول لنا لا والو كيمشي شي بلاصه زعما اللي مازال. انا نقول لك كنعمر راسي في الحرايق باغي نحرق باغي شحال من خاطره كنجبد معاه الموضوع ديال الحرايق كيقول لي لا ما نقدرش نخلي مو يمشي. انا ما كيقدرش يفرق كيقول لي نبقى دايره طابله ونبيع. اه بزاف كيقول لي انا نبقى دايره طابله ونبيع ونشري حسن ليا من نمشي نحرق. مو يحسن ليا يسير بغيتي تمشي سير الله يسهل. ما هي خطره ما هي جوج ديما كندوي معاك نقول يلاه مشيو حتى انت تقول لي واش حنا نمشيو نخليو نمشيو حنا بجوج نخليو تشوى علينا حنا بجوج واش تمشي تسير؟ انا راه ما غنفارقهاش بحالك. ورا الاختفاء ديالو ما فهمنا فيه حنا والو. يعني نقول لك عملت شحال حسني تقريبا كامله كتعرفو، ما كاينش اللي ما كيعرفوش. كلشي كيعرف راه اي واحد تسول عليه تقول لي مع هو ملاقات طيبه بين الناس بزاف. تخرجي تسولي دري صغير تسولي يقول لي بي واغ يقول لك هذاك الدري درويش. اي واحد كبير صغير اي واحد تسول شي عليه، امراه كبيره صغيره اي دريه شكون صغيره دايزه ولا اختي كديره السمعه مع يوسف. ما عرفناش شنو هو داك السبب هذا الربع هادو ومولي دخلوا لينا بزاف. عنده الموطور وجاي يدافعوا بلا ليسانس. بلا ليسانس جي على رجلي وديك البلاصه تما شويه خايف. تلقاو ليه هو جاي دافع الموطور ديالو خرجوا ليه. هي فاش قطعت التليفون كتعاود تعيط ليه والو. انا جيت هنايا مع الصباح، انا ملي قطعت التليفون وانا فايقه مقرضه تصبع عليا الحال. وصلت هنا مع الصباح بديت كنسول عليه كنتلاقى معاه كيقول لي راه مشوش راه جاب غير ليسانس وما كاين والو. هادي يعيط من عند صاحبه ويعيط ليا ما كيقطعش عليا التليفون. هادي هي انا فاش مشكوكه ولدي عنده شي حاجه خايبه كنطلب من اي واحد شافو
اي واحد سمع لي شي حاجه يعيط ليا، حتى انا تعذبت عليه بزاف، شواني بزاف في قلبي. انا ما كنلاش ما كنبركش وما كنرتاحش، دابا كنطلب اي مشافو اي واحد اللي شافو كنطلب منهم ومن الشرطه العلميه ومن اي بلاصه بغيتو من حقو ليا ولدي حق. شوفوا من حاله الميم هذا ما تشوفوش من حالتنا حنا، حنا حتى اللي كنشوفوه كتعذب وحنا كنتعذبوا معاه. الله يرحم لكم الوالدين واللي شافو واللي عرف عليه شي حاجه. ايطما انا الميم حنا ما باغين والو، راه كنشوفوه كدوب قدامنا ما قادين نديرو والو، ما خلينا مشكله ما خلينا حتى شي بلاصه ما قلبنا عليه فيها. الله يرحم لكم الوالدين، شوفوهم لحالة المهمة.